أيضا يقول: اعتمرنا في شهر رمضان وقد أحرمنا بعد وصولنا مطار جدة، وكنا جاهلين وليس متعمدين، حيث أخذنا سائق التاكسي إلى مكان في جدة به مسجد صغير وأحرمنا من هناك، فهل إحرامنا صحيح؟ وإذا كان لا، هل يلزمنا شيء؟ وشكرا. إحرامكم صحيح ولازم، ولكنكم أخطأتم في عدم الإحرام من الميقات، حيث أخرتم الإحرام إلى جدة، وبناء على كونكم جاهلين فإنه لا شيء عليكم، لا يلزمكم شيء من فدية ولا غيرها، ولكن عليكم ألا تعودوا لمثل هذا، وأن تحرموا من محاذاة الميقات وأنتم في الطائرة. لا. نعم.